FM. الكلمة ليك. حركة النهضة تمكنت من ضمان، تمكنت يعني هي تقليديا حركة يعني عقائدية، انضباط حزبي مثالي، على الرغم من وجود السجالات والصراعات وما يرشح من حين إلى آخر من أعمال مجلس الشورى، لكن أدارت كذلك بصفة جيدة في تقديري اختلاف وتعدد الآراء، وبصفة موجهة أيضا، يعني أوحت إلى الرأي العام أنها حركة ديمقراطية وأن لديها تيارات متعددة وأن هنالك خلافات في صفوفها، لكن دون أن يتحول هذا إلى عنوان للتشرذم أو لعنوان للتناقض في مستوى التصويت. الكتلة البرلمانية لحركة النهضة كتلة متماسكة منضبط. القيادة لا تزال تتحكم في كل الهياكل التابعة. الكلمة ليك.